السلام عليكم، أنا ريم واليوم راح ناخذكم جولة في منتجع قصر العرين. منتجع وسبا قصر العرين الموجود في منطقة الصخير يعد من أفخم الفنادق الموجودة في البحرين. يقع المنتجع على امتداد 131 ألف متر مربع بمحاذاة أكبر حديقة مائية في البحرين، جنة دلمنا المفقودة. قصر وسبا العرين هو الأكبر في المملكة ويغطي مساحة 1000 متر مربع، يحتوي على 78 فيلا فاخرة وكل فيلا تحتوي على مسبح خاص، سونا وجاكوزي. كما يوفر المنتجع مرافق استرخاء ورياضة أكثر حداثة، وكذلك نادي للأطفال وملعبين للتنس وملعب سكواتش ومسابح داخلية وخارجية. يتميز منتجع العرين بتصاميمه الشرقية التقليدية والمعاصرة. يوفر مكان الإقامة مجموعة كبيرة من مرافق الاجتماعات والاحتفالات لإقامة فعاليات اجتماعية وللشركات، تمثل 5 أماكن احتفالات مختلفة بما في ذلك صالة استقبال، ويمكن للضيوف تناول الطعام في المطاعم العالمية الأربعة: كيزو الآسيوي، زعفران مطبخ خليجي، أند ريمال عالمي. نهاية جولتنا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا في هذا المنتجع الفاخر، وإذا حابين تتعرفون أكثر على تفاصيل هذا المنتجع تقدرون تزورون حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع منتجع العرين. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.